بعد إنهاء معسكرها بالنمسا، حطت البعثة العينوية بمطار محمد الخامس الرحال. الزعيم الإماراتي جاء للعاصمة الاقتصادية لمواجهة الوداد الرياضي على لقب كأس الصداقة في نسختها الأولى، والتي ستجمع بطلي الدوريين الإماراتي والمغربي على ملعب محمد الخامس يوم السبت. نحن وجودنا اليوم هنا هذا شرف لنا ان نكون متواجدين في كأس سوبر الإماراتي المغربي. يعني نحن تواجدنا نحس بالفخر ان نادي العين يكون اول نادي يشارك في هذه المسابقة. نحن نتمنى ان شاء الله التوفيق للفريقين. المباراة حبية في النهاية، مش انها مباراة بتكون يعني رسمية، شبه رسمية، لكن ان شاء الله نتمنى التوفيق للفريقين. بعثة العين ضمت أعضاء من مجلس الإدارة وجل نجوم الفريق، يتقدمهم المخضرم الهولندي رايان بابل هداف الريد سابقا، ومدلل الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن، ثم عدد من مسؤولي الوداد كانوا في الاستقبال. وكان العين الإماراتي خاض 4 مباريات ودية خلال مرحلة معسكر النمسا، والتي استهلها بمواجهة لوكوموتيف الأوزبكي، وخسر المواجهة الثانية أمام هال سيتي الإنجليزية، ثم انهزم أمام فريق الهلال السعودي قبل أن يتعادل الأربعاء سلبا بدون أهداف مع السد القطري. والله أتوقع تحضيراتنا نفس تحضيرات الوداد، يعني كانت في المباريات الحبية ما توفقنا فيها، لكن دائما المباراة اللي تكون رسمية غير عن المباراة الحبية. إن شاء الله يكونون العيال جاهزين، فإن شاء الله نحن نتمناها تكون مباراة حلوة. كتيبة المدرب الصربي زلاتكو داليتش والطاقم الإداري كلها حماس للظفر بكأس الصداقة، ويبدو ذلك جليا على محيا أصدقاء المغربية الأصل وإماراتي الجنسية إسماعيل أحمد واجغو لإنجاح العرس الكروي الكبير. وفي وقت سابق